نتناقش عن موضوع يقولون هل العين تصيب الناقة أو الخيل الفرس وغيره؟ نعم، عند واحد من الشباب سبحان الله شوف العين. أمس جايين ضيوف جايين من برا بيشوفون عنده حصان مذكور عند الناس إن الله مبارك أصيل أم فلان أبو فلان، يعرفون سلالة الخيل. وجو أمس الناس وشافوا الحصان، يوم أصبح اليوم الصبح طايح الحصان وتوفي، عسى ربي يعظم أجر صاحبنا. معقول العين تصيب الناقة والسيارة وغيرها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، تدخل الرجل القبر يعني يموت، يسدحونه الناس بالعين، والجمل القدر، وقال لو كان شيء سابق القدر لسبقته الأنفس يعني العين. فيجمع الخطأ أن بعض الناس يقول العين ما صلت على النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي اذكروا الله، لا لا ما له شغل، تقول اللهم بارك له، الله يبارك، اللهم بارك، هذا حصانك، هذا خيالي، هذه سيارتك، اللهم بارك، اللهم بارك. أما عين ما صارت على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام غير صحيح. معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الرجل القبر يعني تقتله العين، العين تقتل. جاء في الحديث لو كان شيء سابق القدر لسبقته الأنفس يعني العين. والله الناس ما تعطي خير إلا ما رحم الله، عيونها ملوثة لم تعرف الذكر سبيل. تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعطبون الجمل أي يعطونه عين ويموت ونذبحه، ويدخل القدر يعني انهم ياكلونه. فاذا رايت شيء ما يسره قول اللهم بارك، ادعوا له بالبركه. ما شاء الله، لا لا لا، هو يقول ما شاء الله، راعي الحصان هو اللي يقول ما شاء الله.